نعم حازم، صباح الخير، وصباح الخير لكل مشاهدينا متابعينا متابعين برنامج يوم جديد. بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة العاصمة عمان، وبالتحديد من ميدان إدارة الشرطة النسائية، ميدان الشرف والبطولة والعز والفخر والاعتزاز. طبعا مشاهدينا اليوم راح نكون مع نشميات الأمن العام لحتى نتعرف أكثر على هذه الإدارة، وراح نتعرف أكثر على الهدف من وجودها وأهم الواجبات والمهام المنوطة فيها. طبعا مشاهدينا، هذه الإدارة كان لها دور كبير وفعال في التعامل مع أزمة كورونا من خلال نشميات إدارة الشرطة النسائية اللي شاركوا في العديد من المهام والواجبات في عدة مديريات وأقسام ووحدات ميدانية. لحتى نتعرف أكثر على هذه الإدارة وأهم الواجبات اللي بتقوم فيها وكيف تعاملت في ظروف أزمة كورونا، راح يكون معنا عطوفة العقيد منى أبو عودة مدير إدارة الشرطة النسائية. ست بقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. يسعد صباحك، صباح مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم بإدارة الشرطة النسائية من ميدان العز، ميدان الفخر، ميدان إدارة الشرطة النسائية. بحب أحكي إنه هاي الإدارة تأسست منذ 1972، كانت البداية اللي هي عبارة عن ست فتيات تم تدريبهم، ومنذ وكان عملها يقتصر اللي هي على التفتيش أو على الأعمال المكتبية بالداخل المكاتب. تطور عمل الشرطة النسائية منذ عبر السنوات، من حتى 72 لغاية الآن عملت الشرطة النسائية بكافة المواقع من مديريات الشرطة أو من خلال الإدارات مثل إدارة الترخيص، إدارة السير، إدارة المختبرات، إدارة الاتصالات، إدارة الأبنية، مراكز الإصلاح بإدارة الشرطة النسائية، معهد التدريب، معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية، عملت على تدريب المشاة والأسلحة والتيكواندو واللياقة البدنية، عملت بكافة الصنوف والمهام التي يقوم بها الرجل. إحنا خلال عملنا كمان من خلال أزمة جائحة كورونا تم عمل إشراك الشرطة النسائية بكافة المواقع، مشاركتها جنبا إلى جنب لزميلها الرجل، اللي هي من خلال تواجدها بمواقع على نقاط الغلق أو من خلال تواجدها على أمام محلات البنوك والصرافة اللي هي لتنظيم الدور للمواطنين وترك مسافة أمان اللي هي بين المواطن والمواطن الآخر. وأيضا إحنا شاركنا اللي هي بإخلاء المواطنين من فنادق البحر الميت أثناء خروجهم وعودتهم لبيوتهم سالمين. أيضا كمان إحنا من خلال توزيع الطرود الخير على المواطنين تم إشراك مرتباتنا. كمان إحنا ما بننسى إنه كمان إن في بنات بالقيادة والسيطرة اللي هي دوامها وعملها مدام على القدم الوساق مع زميلها الرجل لتلقي البلاغات والمعلومات وتمريرها إلى الجهات المعنية والعمل على حل هاي الجهات. إحنا الحمد لله هذا العمل كله هيته ما إجا كمان من فراغ، اللي هي من دعم سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ومن قيادتنا اللي هي عطوفة مدير الأمن العام وقياداتنا ومسؤوليننا اللي هي دائما داعمين للمرأة بجهاز الأمن العام وحتى بجانب المواقع الأخرى بالقطاعات الحكومية. إحنا هلا موجودين بالميدان الشرطة النسائية. طبعا إحنا تم تجهيز قوة لواجب اللي هي خروج على الميدان لمشاركة زميلها الرجل بكافة مواقعهن سواء على البنوك أو مثلا اللي هي تواجدها على نقاط الغلق والتفتيش على التصاريح على المواطنين والوقوف على أسباب خروج السيارات أو المواطنين بهاي الأزمة أو مثلا خلال ساعات الحذر أو ما بعد الحذر. فبحب أنا أوجه رسالة لمواطنينا الأعزاء أنه لازم أنه نضل نتقيد بالتعليمات الاحترازية والوقائية اللي هي أثناء وجودنا بالبيوت، ونلتزم ببيوتنا وما نطلع إحنا بساعات الحجر أو مثلا إشي هيك. وخاصة بدي أوجه رسالة خاصة هاي للسيدات اللي هي إحنا كمان ما نعرض حالنا لأي مساءلة قانونية وتنحجز سيارتها أو مثلا هي تنحجز أو مثلا تتعرض لأي مساءلة قانونية. فبتمنى السلامة للجميع وأهلا وسهلا فيكم بإدارة الشرطة النسائية. يعطيك العافية. نعم ستي، يعني بس أنا حابة يعني أسألك سؤال، يعني أكيد في ظل هذه الظروف يعني أكيد راح يكون هناك العديد من الإجراءات الوقائية الصحية اللي بتعملوها لنشميات الأمن العام، تحكي لنا أكثر عنها إنه أنتم أصلاً يعني قبل ما يطلعوا للمهام بتعملوا لهم شوية إجراءات وقائية، بتفحصوهم وبتأهلوهم نفسياً للتعامل مع الأشخاص في الميدان. نعم سيدي، إحنا طبعاً إن قبل ما يخرج مرتباتنا بنعمل على الوقاية الاحترازية اللي هي أشد الإجراءات اللي هي من لبس الجلافزات والكمامة وأخذ درجة
حرارتهم اللي هي قبل الخروج للميدان للوظيفة، أو حتى أنه قبل ما تخالط أيمن أحد من المواطنين. نعم، كل الشكر ستي، ويعطيكم ألف عافية، ما شاء الله عليكم نشامة ونشميات أمن العام، دائما يعني دوركم كبير، وخصوصا في هذه الأزمة يعني أثبتوا جدارة كبيرة. كل الشكر لك، صباحك سعيد ستي. يسعد صباحك، وأهلا وسهلا فيكم إدارة الشرطة النسائية. نعم. طبعا المشاهدين راح نصبح على بعض النشميات الموجودات في إدارة الشرطة النسائية، راح نتعرف عليهم، نتعرف على أهم الواجبات والمهام اللي بيقوموا فيها والمنوطة فيهم من خلال تواجدهم في الميدان والوحدات الإدارية والأقسام المختلفة. ستي نقول لك صباح الخير، يعطيك العافية، نتعرف عليكي. يسعد صباحك وصباح كل الأردنيين. ملازم ثاني ريم أبو رمان، أعمل هنا كضابط مسؤول عن تجهيز الواجبات الشرطة النسائية، أقوم بتنظيم الواجب وتجهيز الشرطة النسائية للخروج للواجب وإعطاء الإرشادات العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية التي لابد أن نكون جاهزين قبل الخروج إلى الواجب. كل الشكر لك، صباحك سعيد. شكرا، يسعد صباحك ويعطيك العافيه. نعم طبعا مشاهدين ايضا راح تكون معنا الرقيب لحتى نتعرف عليها اكثر. صباح الخير ستي، نتعرف عليكي. صباح الخير، يسعد صباحكم. نعم، تحكينا عن اهم الواجبات والمهام اللي تقومي فيها. أنا الرقيب رنا المجالي. إحنا الآن طالعين واجب عشان ننظم الدور، ويكون عشان نمنع التجمعات، ويكون هناك مسافة أمان بين كل شخص عشان نضمن استلام إن شاء الله للجميع. نعم، كل الشكر لك، صباحك سعيد. يسعد صباحك، يا هلا. طبعا مشاهدينا آخر النشميات راح تكون معنا اليوم، راح نتعرف عليها. صباح الخير ستي، ونتعرف عليك وتحكينا عن بعض المهام والواجبات اللي تقومي فيها. أنا الملازم سبق الخطاتنة من قوات الدرك، قائد فصيل حفظ النظام للدرك النسائي في درك المهام الخاصة. حاليا احنا بنشارك زملائنا الذكور العمل الميداني في ظل أزمة كورونا اللي حاليا موجودة، وبنشارك جميع الأجهزة الأمنية بالواجبات الميدانية، منها البنوك، منها الفنادق، عشان نحافظ على أمان الأمان للمواطنين جميعهم. نعم، كل الشكر لك، صباحك سعيد. أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم وعلى الهواء مباشرة من ميدان إدارة الشرطة النسائية، حبينا نتعرف أكثر على هذه المهام والواجبات المنوطة بهذه الإدارة المميزة والتي تعمل على مدار الساعة من خلال كوادرها. طبعا بعد قليل راح ينطلقوا النشميات إلى مواقعهم ولعملهم لقيام بواجبهم. تحية صباحية لكل النشامة، القوات المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية في جميع أماكنهم، صباحكم سعيد مرة أخرى. خليكم مع بعض اللقطات أيضا الصباحية لانطلاق النشميات إدارة الشرطة النسائية لمواقعهم لأماكن عملهم، وصباحكم سعيد مرة أخرى. طبعا يعطيك العافية ويعطوهن العافية النشميات الأردنيات اللي دورهن دائما واضح ودائما جنبا إلى جنب بجانب أجهزتنا الأمنية بكافة تخصصاتها. الله يقويكم ودمتم لنا ودام الوطن.